السلام عليكم يا اخوان، ومرحبا بكم في مقطع جديد. في مقطعنا لهذا اليوم سوف نقوم بتجربة ثغرة الحصول على اقوى لاعبين موجودين في باكج نجوم الاسبوع. كما ترون يا اخوان، ان شاء الله من هذه الثغرة الاسطورية سوف نحصل على كيليان مبابي او باستوني او انسوفاتي او كومان او مودريتش. ان شاء الله سوف نحصل على اقوى لاعبين موجودين في هذا الباكج ان شاء الله. ما عليكم سوى تطبيق هذه الخطوات معا، وان شاء الله سوف تحصلون على احد هؤلاء اللاعبين. اول خطوة في ثغرتنا دون تقديم يا اخوان، سوف ندخل مباشرة عند باستوني إخوان مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم سوف ننتقل عند أنسو فاتي 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، المرة الثانية ثم الثالثة والرابعة. بعدها سوف ننتقل عند كومان، نفس الشيء إخوان، 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته. بعدها يا إخوان سوف ننتقل عند لوكا مودريتش 3 مرات والإطلاع على إحصائيته، ثم المرة الثانية والثالثة. أما بالنسبة لآخر خطوة في ثغرتنا لهذا اليوم هي الدخول عند كيليان مبابي 5 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم الثالثة والرابعة والخامسة. بعد تطبيق كل هذه الخطوات إخوان، ما عليكم سوى الخروج واللف ب100 كوينز كما ترى. ثغرة مضمونة إن شاء الله يا أساطير. إن شاء الله سوف تحصلون على كيليان مبابي أو لوكا مودريتش إن شاء الله، لما لا إخوان. كما ترون 5 نجوم مضمونة 1000000% يا أساطير. وحصلنا على كومان يا إخوان، ثغرة مضمونة يا أساطير. إن شاء الله سوف تحصلون بها على أقوى لاعبين موجودين في هذا الباكج. كما قلنا يا إخوان، سوف تحصلون على أقوى لاعبين موجودين في هذا الباكج من هذه الثغرة الأسطورية. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم يا إخوان، ونلتقي في مقطع جديد وثغرة جديدة بإذن الله.